بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. وهذه الأسئلة، سائل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو ونقول يا سمع الله أنقذني، وما الفرق بينها وبين أعوذ بكلمات الله التامة؟ لا يجوز للإنسان أن يقول يا سمع الله أنقذني، لأن سمع الله ليس منفصلا عن الله، بل سمعه صفة من صفاته. ولو دعوت الصفة منفردة لكان هذا نوعا من الشرك. أما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا أراد الله أن يمنع عنك الشيء قال كن، يعني المنع. فتستعيذ بكلمات الله التامات، وهي أمره أن لا يكون ما تكره، وهذا حق. فكأنك تقول يا ربي إني أعتصم بك من كذا وكذا، لأنك إذا شئت أن تعصمني فماذا يقول الله عز وجل؟ يقول كن بكلماته التامات. ولا يمكن لأحد أن يستحضر إذا قال أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق أن الكلمات صفة مستقلة عن الله عز وجل أبدا، وإنما يستحضر أن كلمات الله عز وجل، أن الأشياء تكون أو لا تكون بكلمات الله عز وجل. نعم.